ايتها الاخوات ايها الاخوه في المرحله المقبله لن نستريح ولن نجعلهم يرتاحون. نعم نحن لن نستريح ولن نجعلهم يرتاحون حتى يحقق هذا الشعب العظيم المعطاء تطلعاته وآماله في أوضاع أفضل وفي حياة أفضل. أقام التنظيم الشعب الناصري سحور رمضاني تكريما للناشطين من أعضاء التنظيم وأصدقائه وللإعلاميين، وكانت كلمة لسعد في المناسبة أكدت على أن المحطة الانتخابية الأخيرة أثبتت رفض شريحة واسعة من اللبنانيين للواقع المأساوي الذي نعيشه على الصعد كافة، كما أثبتت إصرار الشعب على التغيير وعلى محاربة الفساد والفاسدين. أهلا وسهلا بالحضور الكريم فردا فردا. حضرة الأخ الأمين العام، الأخوات والإخوة، الأصدقاء، الحضور الكريم، في شهر رمضان المبارك، شهر العبادة والطاعة والتكافل الاجتماعي والوقوف على حاجات المحتاجين والفقراء، في هذا الشهر نستذكر أبا الفقراء الذي أمضى حياته بينهم واستشهد بينهم ولأجلهم. نستذكر عاشق فلسطين، نستذكر مؤسس التنظيم الشعبي الناصري الشهيد معروف سعد. في المحطة الانتخابية الأخيرة أثبتتم أيتها الأخوات أيها الإخوة أنكم ناقمون ورافضون للواقع المأساوي الذي نعيشه على كل الصعد السياسية والاجتماعية والخدماتية وغيرها، وهي أوضاع مأساوية ناجمة عن سلوك الطبقة السياسية على مدى عقود متواصلة من الاستهتار بمصالح الناس وحقوق الناس في العمل والصحة والتعليم والمعيشة المحترمة، هي نتيجة سياسات متمادية تنحاز وتحمي الفاسدين واللصوص الذين ينهبون ثروات هذا البلد على حساب تعب أبناء هذا الشعب الذين قدموا كل التضحيات الجسام من أجل عزة وكرامة هذا البلد. ننطلق من هنا لنقول أن صوت الناس والتنظيم الشعبي الناصري وهذا التيار الشعبي العريض مستمرون في التعبير عن رفض هذا الواقع، مستمرون في مسيرة التغيير على كل الصعد السياسية والاجتماعية من أجل المستقبل الأفضل الذي نتطلع إليه، مستمرون في النضال وسط الناس ومع الناس. سنسعى أيضا في الوقت نفسه من أجل تفعيل نضالنا السياسي والشعبي وصولا إلى قانون انتخابي على أساس النسبية الشاملة وخارج والانتخابات خارج القيد الطائفي. لذلك أيتها الأخوات أيها الإخوة،
في المرحلة المقبلة لن نستريح ولن نجعلهم يرتاحون. نعم، نحن لن نستريح ولن نجعلهم يرتاحون حتى يحقق هذا الشعب العظيم المعطاء تطلعاته وآماله في أوضاع أفضل وفي حياة أفضل. نسيني يوم نزلنا الطار، نسيني.